شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوقف أمام الدروس المستفادة من أزمة السفينة الجانحة، ووجه الرئيس السيسي بتوفير كل المعدات والمستلزمات اللازمة لمواكبة حركة السفن العملاقة في ظل التطور على مستوى العالم. الدروس والعبر اللي موجودة وتتحول دي إلى يعني إذا كان في مستلزمات معدات محتاج إن احنا تبقى موجودة عندنا بشكل مستمر. احنا لما كان بيتعرض خلال الثلاث أربعة السنين اللي فاتوا دول الكركات الكبيرة للتكريك أو القاطرات الكبيرة إن هم محتاجين يدبروها، كنا بنقول طالما إن ده حاجة في صالح العمل تدبر بغض النظر عن يعني الظروف أو التكلفة. يعني الكراكة مهاب مميش واللي قبل منها دي كراكات عملاقة جاية عشان تساهم في قدرة الهيئة على يعني مطالب العمل اللي موجودة، ونفس الكلام للقطر. فأنا برضه عايز أقول إن يعني للسيد رئيس الهيئة والعاملين بيها كل المطالب اللي احنا محتاجينها عشان يكون عندنا يعني عناصر في ظل التطور اللي حصل زي ما قلنا كده في حركة السفن العملاقة اللي موجودة.